كان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد تفقد المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بصحبة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من أبطال مصر في البطولة البرلمية، وذلك في إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للشركة المتحدة على الدعم المقدم إلى أبطال مصر في البطولة البرلمية والرياضة بشكل عام، مؤكدا على استمرار هذا التعاون ليشمل أطر عديدة. وثمن عمرو الفقي العلاقة والتعاون الاستراتيجي بين الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدا على تقديم كل الدعم للشباب خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية، برامج الرحلات وبرنامج الرحلات اليوم الواحد هتكون موجودة لكل الشباب، بس هتنظم وييجوا ويقعدوا يشوفوا يعني يوم مصيف ويوم ترفيهي زي ما موجود، ده كله هيبقى موجود ومنظم في برنامج. برنامجنا هيبدا من 1/8 لغايه 30/8 ان شاء الله. والله هي اجواء مميزه جدا، يعني احنا كنا ان احنا اول مره نيجي هنا ونصور الصوره الرسميه بتاعه البعثه في مدينه العلمين الجديده، فصوره مميزه ان شاء الله. يا رب يا رب يكلل بالمجهود ان شاء الله بتاعنا بالنجاح. احنا بقى لنا 3 سنين معسكرين المعسكرات دايمه عشان بنستعد للاولمبياد، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونفرح شعب مصر، لان هم دايما هم داعم لينا وهم دايما واقفين في ظهرنا دايما ان شاء الله. دي اول مره اجي العالمين، وان شاء الله باذن الله يعني نكون مش اخر مره ان شاء الله، اكون بدايه خير ان شاء الله باذن الله. وكانت طبعا فرصه سعيده ان انا اجي مره اشوفها واشوف ما شاء الله الفرح الجميل دوت، وفي نفس الوقت اكون بلبس البعثه المصريه اللي هتشارك ان شاء الله باذن الله في برلمان باريس 2024، وان شاء الله ربنا يجعلها كده بداية انطلاقة وبداية ميداليات كتير ان شاء الله، ونفرحكم وفرح شعب مصر كله. احنا بنستعد لاولمبياد باريس النهارده في مدينة العالمين بالزي الرسمي للبعثة، دي حاجة مشرفة جدا وفخورين جدا بالعالمين اللي هي عندنا في مصر. والله النهارده الصورة اتصورنا صورة بالزي الرسمي للبعثة، وانبسطنا جدا بسيادة الرئيس بسيادة الوزير اللي كان موجود معانا، وطبعا بنوعد الناس كلها ان شاء الله ان احنا هنرفع علم مصر في باريس بإذن الله. العالمين يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجة كويسة جدا، ودافع لينا الاول قبل البطوله اللي احنا داخلينها، ادتنا الاول ادتنا حيتس وبعد كده ادتنا طاقه ايجابيه.